افتتحت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار النسخة 30 من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، والذي أقيم على خشبة مسرح البحرين الوطني وسط حضور جماهيري متعطش لبدء الموسم الثقافي بمحطاته المختلفة، حيث يستمر المهرجان حتى 16 من أكتوبر الجاري. الموسيقى هي لغة الكون. بهذه الكلمات افتتحت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومن على خشبة مسرح البحرين الوطني مهرجان البحرين الدولي للموسيقى بحلته 30، الذي يأتي هذا العام ليؤكد مواصلة مسيرته المستمرة منذ عام 1992 في نشر رسالة التعايش بين مختلف الشعوب، وليؤكد لنا أيضا بأن لا شيء يقف أمام لغة الموسيقى والحراك الثقافي. افتتح مهرجان البحرين الموسيقى دورته 30 في هذا العام، نحتفل بهذه الدورة بأمسية خاصة، وبعد هذه الجائحة التي عطلت نشاط المسرح على مدى عام ونصف لم نشهد حفلات، اليوم نلتقي بجاهدة وهبة التي من المصادفة أن يكون أول مهرجان الموسيقى أو ننظمه في قطاع الثقافة مع جاهدة وهبة. تحية لكل الجمهور الذي عاد لنا، سعيدة أن أرى توافد المتعطشين لحفلات المسرح للموسيقى. وبهذه المشاهد النغمية، وبهذه الآلات الموسيقية، وبصوت قادم من أرز لبنان، افتتحت الحنجرة الجبلية الفنانة جاهدة وهبة أولى حفلات المهرجان تحت عنوان هن في مهب النغم من بياف إلى أم كلثوم، لتنشر بصوتها الساحر رسائل يستوطنها الأمل، حيث أخذت الجمهور في رحلة إلى عصر فنانات الزمن الجميل. وأنا فخور جدا نكون الليلة بهالفعالية، خصوصا بعد سنتين من مشاكل الحجر ومشاكل كوفيد. أنا سعيد كمان لأنه عم ترجع الحياة الفنية والثقافية لطبيعتها بمملكة البحرين الشقيقة. هالسنة ونص اللي قطعت كنا مش مناح، وكتير يعني في سبب انه بعدنا شوي، اضطرينا نبعد عن كل شيء، فعاليات ثقافية كان فنية أدبية أي شيء يخصه بالعنجد يغذي الروح. بحرين يعني هالبلد الجميل دايما هيك ملتقى حلو، وهيك فيه كل فيه هدوء بالتعاطي مع كل شيء حلو. أنا وقعت في غرام البحرين، وقعت في غرام المحرق تحديدا، لما جيت دلوقتي بالصدفة لقيا الموسيقى المصرية، فأنا مش حاسة بأي غربة، بالعكس حاسة براحة وبألفة. ولأن الموسيقى هي اللغة التي يفهمها الجميع والجسر الذي يصل العالم ببعضه، عمل مهرجان البحرين للموسيقى منذ حقبه الأولى على تحقيق فكرة منظمة اليونسكو في أن تسهم الموسيقى في إذكاء الذوق وإشاعة قيم الخير والمحبة والتسامح والسلام بين ربوع العالم. ها هو مسرح البحرين الوطني يحتضن أولى حفلات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى بحلته 30، ليواصل بذلك نشر رسالة التعايش بين الشعوب والتي يرعاها منذ عام 1992. لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، مريم حميد.